مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء، طلاب صف ثامن، مع درس جديد من دروس التربية الإسلامية في مجال القرآن الكريم وعلومه. ودرس اليوم إن شاء الله بعنوان تفخيم وترقيق لام لفظ الجلالة، تفخيم وترقيق لام لفظ الجلالة. وهذا درس من دروس التجويد، والتجويد يعني ندرس هذا الدرس من منطلق قول المولى عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا. طلاب الأعزاء، مهارة التجويد مهارة عظيمة لا بد أن نتعلمها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلم. عنوان درس اليوم نؤكد عليه: تفخيم وترقيق لام لفظ الجلالة. تفخيم وترقيق لام لفظ الجلالة، وهي كلمة الله، أي كيف حال لام؟ هل نفخمها أم نرققها؟ في متى نفخمها ومتى نرققها في لفظ الجلالة الله؟ معنا طلاب الأعزاء أهداف هذا الدرس نتعلم منها تطبيق أحكام تفخيم وترقيق لام لفظ الجلالة. تطبيق أحكام تفخيم وترقيق لام لفظ الجلالة. بداية، أهداف درس اليوم إن شاء الله: أحكام تفخيم لام لفظ الجلالة. الهدف الأول أن يوضح الطالب مفهوم التفخيم وحروفه، الهدف الثاني أن يبين الطالب حالات تفخيم وترقيق لام لفظ الجلالة، الهدف الثالث أن يستنبط الطالب أمثلة على حكم تفخيم وترقيق لام لفظ الجلالة من القرآن الكريم، معنا الهدف الأول أن يوضح الطالب مفهوم التفخيم وحروفه. طلاب الأعزاء، وهذا الأمر تعرضنا إليه في بداية منتصف الترم الثاني. ما هو مفهوم التفخيم؟ مفهوم التفخيم هو تغليظ صوت الحرف عند النطق به حتى يمتلئ به الفم. كلمة تغليظ أي تسمين الحرف، أنها تجعل الحرف كبير عند النطق به. ما هي حروف التفخيم طلاب الأعزاء؟ حروف التفخيم هي عبارة عن 7 حروف. الحرف الأول الخاء، نقول خاء. الصاد صاد. الضاد ضاد. الغين غين. الطاء نقول طاء. القاف نقول قاف. الظاء الظاء أو ظاء. مجموعة في قولك: خص ضغط قذ. هذه الحروف 7 مجموعة في قولك: خص ضغط قذ. هذه هي حروف التفخيم. بمفهوم التفخيم طلابي الأعزاء تغليظ صوت الحرف عند النطق به حتى يمتلئ به الفم. أما حروف التفخيم وهي 7 حروف: الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء، مجموعة في قولك: خص ضغط قذ. هذا الهدف الأول. معنا عنه أمثلة، وهذه أمثلة من سورة الكهف المقررة عندنا في التلاوة. الخاء في قوله تعالى: ويستخرج. هنا حرف الخاء حرف تفخيم. ويستخرج. الصاد صبرا. الضاد ينقض. سمعت طالب يقول: معلم عندنا حرف القاف. أقول له: أحسن، نعم، كلمة ينقض يجوز أن تكون بها يعني حكمين: حكم حرف القاف نقول ينقض، أو حرف الضاد
بها حرفين من حروف التفخيم. الغين في كلمة غصب كذلك، مثل قد أحسنتم، الغين والصاد. الطاء تستطع، تستطع الحرف الطاء. القاف وأقرب، وأقرب. الظاء أظلم، أظلم. هكذا طلابي، هذه 7 أحرف حروف التفخيم جاءت كلها أمثلة، منها حرف الخاء وحرف الصاد وحرف الضاد والغين والطاء والقاف والظاء، مجموعة في قولك خص ضغط قذ. معنا الهدف الثاني طلابي الأعزاء، أن يبين الطالب حالات تفخيم وترقيق لام لفظ الجلالة. هيا نتعلم عن هذا الحكم وهو عنوان درس اليوم. حالات اللام، اللام في لفظ الجلالة لها حالات، إما مفخمة وإما مرققة، إما مفخمة وإما مرققة. متى نفخم اللام في لفظ الجلالة ومتى نرققها؟ لفظ الجلالة له حالات تفخيم اللام، وتكون في حالات تفخيم اللام، تكون في الأمر الأول إذا وقعت اللام بعد فتح، إذا وقعت اللام بعد حرف مفتوح زي تالله، تالله. ما ينفعش أقول لك تالله، لابد أن أقول تالله، تالله. ها هنا تفخم اللام لأنها جاءت بعد حرف مفتوح. تالله وتالله لأكيدن أصنامكم. هكذا طلاب الأعزاء، تفخم إذا وقعت اللام بعد فتح مثل كلمة تالله. الأمر الثاني، متى تفخم اللام؟ إذا وقعت اللام بعد ضم، إذا وقعت اللام بعد ضم. يعلم الله، قد يعلم الله المعوقين منكم. كلمة يعلم الله جاءت هنا مفخمة، ليه؟ لأنها وقعت بعد ضم. الأمر الثالث، تفخم مع مراعاة ترقيق الهمزة في حال الابتداء بلفظ الجلالة، مثل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الله نور السماوات والأرض. وإذا وقعت اللام بعد ضم أيضا ممكن نقول بعد قوله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. طب وإذا بعد فتح ممكن نقول نار الله الموقدة. هذه قصار الصور نتعلمها جميعا، أو كلنا الكل يحفظها. ممكن نقول نار الله، نار الله الموقدة وقعت بعد ضم. قل هو الله أحد وقعت بعد فتح. تفخم مع مراعاة ترقيق الهمزة إذا جاءت في الابتداء، الله نور السماوات والأرض. هذا يعني هذه أشياء يا بعض تفخيم حالات اللام، ولها أشياء كثيرة، منها إذا سبقها حرف ساكن وما قبله مفتوح، ومنها قوله تعالى وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، ومنها أيضا إذا سبقها حرف ساكن وما قبله مضموم أن اعبدوا الله واتقوه. هذا أيضا، هذه بعض الأشياء يعني تفخم فيها اللام. نقول هنا تفخم اللام إذا وقعت اللام بعد فتح مثل الله، ومنها قوله تعالى قل هو الله أحد، ومنها إذا وقعت بعد ضم يعلم الله، ومنها قوله تعالى نار الله الموقدة، ومنها تفخم اللام إذا وقعت بالابتداء في حال الابتداء مثل الله نور السماوات والأرض، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. وأيضا تفخم اللام إذا سبقها حرف ساكن وما قبله مفتوح، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأيضا تفخم اللام إذا سبقها حرف ساكن وما قبله مضموم أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون في سورة نوح. هذا طلاب الأعزاء حالات تفخيم اللام في لفظ الجلالة هو الله. أما حالات الترقيق، متى ترقق لام لفظ الجلالة؟ ترقق اللام في لفظ الجلالة أول حاجة إذا سبقها حرف مكسور يعني كسرا أصليا، في لفظ إذا وقعت بعد كسر مثل بسم الله الرحمن الرحيم، نقول بسم الله، ما نقولش ما ينفعش نقول بسم الله، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها قول تعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض، قل اللهم، أي كلمة اللهم في
في القرآن قل اللهم فاطر السماوات والأرض، قل اللهم مالك الملك. وأيضا أبناء الأعزاء، وفي سائر الكلمات مثل الليل يلفظ هل أتى، كل الكلمات بعد ذلك تكون فيها حرف اللام مرققة، ولكنها ترقق في لفظ الجلالة إذا سبقها كسر، إذا سبقها كسر. وأيضا في شيء آخر نقول إذا سبقها سكون عارض، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. هذا طلاب الأعزاء يعني، لكن نحتاج في لفظ الجلالة إذا وقعت بعد كسر مثل بسم الله، وهذا نحتاج إليه، لأننا كثيرا نسمع نقول بسم الله، لكن هذا لا، نقول بسم الله الله. لماذا نقول لا نرقق اللام؟ لأنها جاءت بعد كسر. أما سائر الكلمات كلها، كل هذه الكلمات هي مرققة، في مثل الليل، هل أتى، غير ذلك، يعني ما يلفظ من قول، كل هذه الأشياء تكون فيها اللام مرققة. يبقى نعرف متى تكون اللام مفخمة، تكون إذا وقعت بعد فتح مثل الله وقل هو الله أحد، إذا وقعت بعد ضم يعلم الله ونار الله الموقدة، تفخم مع مراعاة تحقيق الهمزة في حال الابتداء، إذا بدأنا بكلمة الله مثل في آية الكرسي الله نور السماوات والأرض، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أما ترقق اللام في لفظ الجلالة إذا وقعت بعد كسر، وهذا ما نتعلمه ونؤكد عليه، مثل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. أما سائر الكلمات في القرآن كلها، يعني كلمة الليل يلفظ هل أتى على الإنسان، غير ذلك كلها مرققة، كل هذه الكلمات مرققة. معنى أمثلة من الكتاب أن يستنبط الطالب أمثلة على حكم تفخيم وترقيق لام لفظ الجلالة من آيات القرآن الكريم. عندنا أمثلة في الكتاب، استخرج من الآيات حالة لفظ الجلالة من حيث التفخيم أو الترقيق كما في الجدول. منها المثال إن الله كان غفورا رحيما، والمثال الآخر ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هنا طلابي كلمة الله، هنا اللام في لفظ الله هنا مفخمة ولا مرققة؟ من خلال النطق، هل أنا أقول إن الله ولا إن الله؟ لو قلت إن الله يبقى تكون مرققة، أما أقول إن الله مفخمة. أحسنت، فعلا هي مفخمة لأنها جاءت بعد فتح. لماذا؟ لأنها وقعت بعد فتح. ومن يتوكل على الله، ما قلتش على الله، أنا ما قلتش على الله، قلت قرأت ومن يتوكل على الله، كلمة الله. أحسنت، مفخمة، جزاك الله خيرا. لماذا مفخمة؟ لأنها وقعت بعد فتح، بارك الله فيه. معنا أمثلة أخرى، هنا المثال قل الله ها شهيد بيني وبينكم، ومعنى مثال آخر وينجي الله ها، من خلال النطق ماذا سمعت؟ أحسنت، مرققة، لأنها جاءت بعد كسر، بارك الله فيك. وينجي الله ها الله، مرققة ما شاء الله، بارك الله فيكم. لماذا؟ لأنها وقعت بعد كسر، بارك الله فيكم وأحسن إليكم طلاب الأعزاء. وفي الختام، انتهى درسنا اليوم وكان بعنوان تفخيم أو حالات اللام في لفظ الجلالة. على أمل اللقاء بكم من جديد في شرح جديد لاستكمال دروس مادة التربية الإسلامية، كما أرجو من طلاب الأعزاء الاهتمام بالفيديوهات سماعا والاختبارات والواجبات الإلكترونية المرسلة إليكم بالتفاعل والإجابة عليها، وجزاكم الله خيرا. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الشهر العظيم شهرا مبارك علينا وعليكم، وأن يزيل فيه الغمة ويردنا إلى طاعته وإلى كتابه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.